التاريخ الحمد لله جت لنا زفت النهارده وماده ما تتحلش بامانه. والله امتحان جه صعب النهارده، الحمد لله انا حلينا 20 وسيبنا 20. الحمد لله يعني الامتحان النهارده زي الفل، واحد شال الماده يعني اللهم صل على النبي. وربنا يا ابويا الامتحان كان صعب، عشان ما تقعدش تقول لي انت ما ذاكرتش. بس عايز تركيز وعايز حد مذاكر نص نص، مش هيعدي 45. كان سهل اللي مذاكر وصعب اللي مش مذاكر، بس كان في تريكس شويه حلوين. والله الامتحان كان حلو يعني، بس في كان في كام دكه كده في الاخر، بس الحمد لله يعني نوعا ما سهل يعني. الحمد لله الواحد عرف يحل يعني شويه. الامتحان كان مستوى حلو يعني لذيذ، وكانش فيه حاجات كتير لحد ما كويس. كان في مستوى الطالب يعني متوسط الحمد لله، بس في كام تكايه اللي هي فعلا لازم تميز الطالب المجتهد او المذاكر من الطالب العادي، ولكن الحمد لله كان كويس لحد ما.